بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتم التوزيع اليوم هذه المساعدة من سيد السلطان من دولة هولندا. يتم التوزيع على هذه الأرامل على النسوة التي يعني سوف يتم التوزيع عليهن بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيك خير يا سيدي السلطان من دولة هولندا، وبارك الله في أرزاقك وفي حياتك، وبارك الله في أموالك وفي أولادك. جزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. تقون من أرز ومكرونة وطماطم وكذلك اللحم في كيس، إن شاء الله كل هذا سيتم عليهم توزيع بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وصدد خطاكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.